أصير معك يا شريكي؟ والله هم يا شريكي كبير. أشو بشي الخطبي؟ لك أش بيعرفني قول عساس اليوم بدي أروح بعدها المغربيات تفرج. يا سلام، الله ليتو ألف مبروك يا شريكي. الله يبارك فيك، عايش عم تبارك لي على هالمصيبة اللي إجتني. لا مصيبة إيش؟ إيه شو بدي أروح على دور هالجماعة ما معي ولا ورقة، ما بدي فوت لهم معي صحن صبط حلو. إيه بسيطة يا شريكي. إيه من أي؟ بلكي هيك الله سبحانه وتعالى بيرزقنا شغل. والله يا رب إيدي في زمن ورا. اليوم بدك تروح؟ اليوم الله يسر. قوم لك لك. قوم. قوم لك لك. لوين؟ قوم ندور على شغل. قوم. يلا. بلكي إن شاء الله من أمنها يا رب. شيل هذا كله. يا رب. طيني. تفرج يا شريكي. شو عم بقول شو؟ تروني شوف هالزلمة. معين الله والله عم يشتغل. تروني شو بكي بشغلنا. لك واه واه. ماشي. عليك ما. السلام عليكم عمي. سلام ورحمة كيفك؟ الله. هلا شغلنا عندك؟ عم تشتغل هيك؟ يا ميت اهلا وسهلا الشباب. نحن معلمين. معلمين معلمين ولا على كيف كيفك؟ على كيف كيفك؟ شايف كل هالحفة هون؟ نحن معمرينها. طيب بدكم تعمروا لي هي الحفة كلياتها للاخير. ابشر. جاهزين؟ ابشر يا عمي، والله لا اعطيك اياها. نبلش؟ على العالم. بسمعتكم شيء بلشوا. يا رب. قل الله شريك؟ يلا. دعنا مني من هون، دعنا مني من هون. يا الله. يا رب. هاي مثل الطيارة أنا جيتك. يلا شيكي يلا. خلصنا خلصنا. هيك ما شاء الله كيف الله. كيف الله يعطيكم العافية. أهلين عمي الله يعافيك. الله يعافيك. توصيل معلم. أشو خلصته؟ إيه الحمد لله. هاي تفرج علي. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. معلمين والله. الله يسلمك. وهيك آخر حجرة. تمام معلم؟ تمام تفضل. هاي جرتك. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله يعطيكم ألف عافية ويرزقكم. خلاص يا معلم نحن جاهزين. ايش بصير عندك؟ نحن جاهزين. الله يطول. يا رب. تفضلوا نشرب بس كذا. اوكي. شريك شريك على ولا مبسوط مبسوط مبسوط. شريك شريك هي جرتك. لك كبير. شريك ماشي يا عمرك. قصيت سمعتك وبهم تجيني. بقلق منك اثنان يا نظر عين. هاي عندومي تحبوني عشو صغيرتك كمان هاي سكت روحها إذا مشان بعض شو اسمه بيتحلو طب جاشت بعيدك هاد صحني هاي 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 بس ما نحط حق بكسي يا رب هاي خلصي يلا الله يتمم على الخير يلا جاسيم يا بجاسيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم الشباب يا حي الله شباب يا حي الله كيف حالكم طيبين ميت مرحبا حميد كيفكم انتم والله ان شاء الله بخير الحمد لله على الشباب جينا في طلب ميت مرحبا اهلا وسهلا بتطلعوا خايبين ان شاء الله الله يسلمك تفضلوا ما تخسر نطلب ايد بنتك لصديقنا ايد لنا الشرف والله مرحبا جيني زرقي والله حكونا عنك يعني سمع بك طيبين والله انتم الطيبين الله يسلمك الله يديمكم على في الشباب بدي عم نزلكم دقيقه اذنك معهم على في الشباب بس زقتك بقى يا عمي لك لا يا زلمه ايش معزك لا والله والله مش شغلي فاضي لا والله لك شغلي فاضي خذينك خذينك على في الشباب عم نزلكم بقى دقيقه كويس مين انت؟ انت هنا في جسم كويس ها كويس ان شاء الله يشيكي الله يرحمه يلا 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 الشباب يلا 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 شباب هلا على زيكم بقى هيك رح دقيقه صار عندي شغلي صار عندي شغلي يا جسم يلا يا ابو يلا تفضلوا تفضلوا كيف بيتكم؟ ما في شيء من واجبكم والله ما في شيء من واجبكم الله يبارك فيك استووا استووا يبلي الله يطلع عندك حق يا ابو جسم ميت مرحبا تفضلوا
اشو شو علينا اشو تفضل. ايه والله ما بعرف اشو بدي اقول لكم يعني. انت فسرني من البيت. ايه اشو عم تشتغل لك يا محمد؟ اشو عم تشتغل؟ والله هلا يا عمي شوفت عينك يعني الوضع هيك شنيع ان شاء الله. والله الوضع شنيع ان شاء الله هيك قريبا رح نصير في شكل كويس ان شاء الله. ابو محمد ترى شاب شغيل على كيف الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. زلمه طيب يلا اهلكم طيبين والله. الله ابوك ايام ايام على راسي يا عمي وجزي الله يسلمك والله ايام. ابو محمد لا غنى عنه والله. الله يسلمك يا عمي. ايه يا ابو جزي تفضل. اشو شو اللي طلبته؟ شو بتطلب مني؟ والله مثل هالضيعه 500 مقدم ومؤخر 1000 كثير يا عمي وجزي. ايه شو بتهي طول يا عمي وجزي نحن بعطيك 100 مثل 100 اشو 100 دولار مقدم و300 مؤخر. الله يسلمك يا شباب بتعرف تتجوز والله تمشي هلا يا عمي وجزي اكثر من هيك. خيو خيو بنشوف اول شيء بنشوف تكل على بعدين ان شاء الله خير. بدنا على اخر شيء المهر اخر شيء ان شاء الله. اول شيء بدنا نخرج وبعد تصوير ما عجبك ما بتعرف تكل على الله. يلا بدي بعد اذنكم دقيقه اذنك معك. يلا انا عم بجسد يا الشباب. اشو صار معكم؟ والله قلنا لك يا عم بجسد على اشو ندفع 100 300 جايبين رايد بس ما تدفعوا لك كيف عم تحكي يا زلمة؟ شو هيك؟ كسرني لك يا شو من نيلو اخي بايض. ايه ايش لك بدي اخو معي؟ ايش فيك واحد اخو بايض؟ ايش بيعرفني؟ اخذت شوية حلو شوية غراض وقلت بايض بيلزم خيو ما في خيو هالعمر والله العظيم يا ولا هالعمر كله قهر يا خيي يا ابو العبد ما في رياحة بال والهم فوق القبر ما تشمله الاجباع يا لك على الميل وحظ ليت ابو ليش خوف